وصلنا وياكم مشاهدينا إلى فقرة التغذية اليوم مع الدكتورة أمل الأنصاري، وهي عضو دولي في هيئة الغذاء البيولوجي في ألمانيا، وكذلك عضو في مجلس إدارة جمعية الطب البديل. واليوم موضوعنا جدا جميل. صباح الخير دكتورة. صباح الورد، حياة الله وأهلا بالمشاهدين. راح نتكلم اليوم عن موضوع مهم إلى جانب أنه هو جميل، موضوع تغذية ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم، الموضوع هذا جدا جدا مهم. نعم. وكثير يظنون أن اللي عندهم أحد في البيت من ذوي الاحتياجات الخاصة أو اللي عنده حتى إعاقة ذهنية، نعم، إن في عندهم للأسف يظنون إن هذا شيء ممكن يتعبهم أو كذا. أنا أحس إن المشكلة حتى في اللي حوالين اللي يتحمل مسؤولية هذا المثل اللي عنده المعاق أو اللي أي أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كان إعاقة ذهنية إعاقة جسدية. ولكن نقول إحنا الحين نبي علشان نعرف نتعامل مع هذا من أي واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي موجود في البيت، إذا إحنا نبي نهتم باللي تعامل وياه بالدرجة الأولى. إذا أنا أقول حق الأم، إذا أنت حاطة ممرضة، إذا حاطة خادم يعني تشرف، إذا أنت مثلا امرأة عاملة وتشرف، إذا لازم تتأكدين. أرجوك 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 لا تخلين أحد يقعد مع ولدك اللي عنده إعاقة ذهنية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن ما تكونين عملتي له فحوصات أول شيء إذا كان خادم للغدة الدرقية، عشان ما يكون عنده زيادة إفراط في هرمون الغدة الدرقية فيتعامل بعصبية بدون وجود الأم. أي صحيح. أيضا لازم تشيك على الكالسيوم والمغنيسيوم، لازم تتأكد إن الخادم أو أحد المشرف على هذا المعاق أو اللي عنده إعاقة ذهنية لازم تتأكد من سلوكياته مع عن طريق صحته تنعكس على صحة الشخص. نعم. وايد مهم ان انت تسوين فحوصات للخادم المشرف. صح. على اللي عنده اعاقه في البيت، لان بعض النقص العناصر الغذائيه تاثر في السلوكيات عند الخادم او وهم يحتاجون عنايه خاصه. نعم. هذا وايد مهم. بعدين نرجع للموصى اللي هو عنده اعاقه، طبعا في اعاقه عضليه، هذا وايد عندي بالنسبه لي اسهل لانه يقدر يتحرك يسوي رياضه، ممكن يعني يتكلم. نعم. عندنا اصحاب الاعاقه الذهنيه الحاده الشديده اللي ما يكون عندهم تناسق بين الجهاز العصبي والعضلات، المضغ عندهم صعب، الحركه عندهم صعبه. صح. وهذا يعني نادر تلقين بعض الأمهات اللي يأخذون أو يطلبون حتى أحد يعمل فحص للمعاق يتأكدون، لأن بعض الإفراط النشاط الحركي الشديد. نعم. والعصبية والتوتر تكون بسبب أن هذا المعاق يكون يشرف عليه مثلا خادم يعامله سلوكيات مو جيدة أو ممرضة قاسية عليه، أو أن هذا الولد ما عنده شهية بسبب هذه السلوكيات وبالتالي ما يأكل فيطلع عنده. لقينا وايد عملنا بحث في هالموضوع، لقينا وايد عندهم نقص حاد في المغنيسيوم. نعم. لقينا نقص حاد في اليود، فإذا ينعكس على سلوكياتهم. فحص المعاق جدا مهم. نعم. سديت العناصر الغذائية قطعتي 60% من المشاكل النفسية. أكيد. اللي عند المعاق في البيت. بالتأكيد. في بعض الأغذية المهمة عشان ما يسرقنا الوقت مثل كل مرة، عندنا خمس وهذه دقائق. مشكلتي هذه مشكلتي. عندنا بعض لازم في مادة لقينا أيضا أثناء البحث في هذا الموضوع، لقينا أكثر المعاقين يتركز عندهم بالمخ مادة يعني ما هي قادرة تتمثل داخل جسم، مأخوذة من الأكل من القمح من الرز من كذا. نعم. اللي هي مادة الهستيدين، هو حمض أميني يأكله مع الرز مع كذا مع العيش، ولكن لأن ماكو ميثونين ما ياخذ الأغذية الثانية المهمة أيضا، فيتيمع يتيمع يتيمع لأن ما يتمثل الهستيدين داخل الجسم، ماكو ميثونين يمثله فيتكون في المخ، فيصير عنده نشاط حركي شديد وعصبية وتوتر، وهذا ممكن ينحل بإعطاء الأغذية اللي تحتوي على الميثونين. مثل عندك السمك وايد مهم، السمك اللي يحتوي حتى أيضا بعد على الأوميغا 3. السمك مهم، التمر مهم، البذور يعني
بذور عباد الشمس أو بذور القرع وايد مهمين، تقدر تسويهم لأن عنده ضعف في عملية البلح، فإذا تقدرين تسوينه كآيس كريم لازم ينطحن، كشوربة، شوربة السمك مع العظم. إذا سويتي شوربة سمك ضروري ضروري أنك أنت لما تشيلين تاخذينه فيليه أخذي العظم بعد وياه وحطي بعد ما تطبخينه حطي بالخلاطة وصفيه، طلعي المواد اللي موجودة فيه عشان تحتفظين فيها. نبي نبدل القمح، نبي نبدل القمح بالتلبينة اللي هي مصنوعة من الشعير، هذه وايد مهمة وتحتوي أيضا على الميثونين، تحتوي على الأحماض الأمينية وفيتامين بي لأنه مهم للناحية النفسية انه يكون يعني اكله غني بالفيتامين بي. ايضا عندنا سويت هاي الطريقه وايد حبوها ناس، يعني قلت لهم يعني عندهم اعاقه ذهنيه وحبوه جدا، اللي هو خذينا الروب خلطناه مع عصير الشمندر وبالتالي حطينا له العسل وحطينا له الفراوله وحطينا له الزبيب الاسود، هذا وايد مهم. عندنا اللي هو حاول يوميا تعطينا من عصير البرتقال وعصير الشمندر تخلطينهم في قلاص واحد وتعطينهم اياه. عندنا من اكثر الاشياء الاغذيه يعني تبارك الرحمن يعني اللي لقينا فيها فائده في رفع الحاله المعنويه والمزاجيه وتعطي جرأه حتى عند الطفل المعاق وتغير سلوكياته، اللي هو شيء الحين بدا يعني الناس تشتري له، هو بذور الشيا. نعم. بذور الشيا جدا جدا مهم، فاحنا خلطناه حطينا حليب جوز الهند، حطينا العسل، حطينا شويه من حليب ايضا حليب جوز الهند وحطينا العسل وحطينا نقعنا بذور الشيا ملعقتين كبار يصير مثل الجلي ينتفش، وبالتالي ممكن تعطينا يشربه شراب حلو. اذا كان يقدر يبلع ممكن انك انت يا ريت المخرج يحط عليه هذا هو بذور الشيا نعم. مع حليب الكركم. الكركم وايد مهم كمضاد اكسده، لازم تعطينا الاغذيه المضاده للاكسده لان الاكسده اللي موجوده عنده بالدم تسوي له توتر، تسوي له عصبيه، تسوي له يعني مثل تحسين انه ينرفز بسرعه ردود الفعل عنده، علشان كذي ناخذ ان شاء الله تتهدي. ما ننسى التمر، التمر وايد مهم، اذا ممكن تحطينه مع الحليب بالليل بالثلاجه. حلو. الصبح تهرسينه وتصفينه ويشربوه، هذا كان من الاشياء اللي يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو كان ينقع التمر بالحليب. الروب اخذي روب، اخذي ماي، الماي لا تاخذينه ساده، اخذي حطي وايد نعناع وبقدونس بالخلاطه، واخذي عقب ما تسوين من ابدع الشايات المهمه لذوي الاحتياجات الخاصه والمهدئه اللي هي البابونج، لان في ماده الابيجينين اللي هي سبحان الله يعني تتعامل في المخ، ترتبط بالمخ مثل ارتباط المستقبلات بالاشياء المهدئه، الحبوب المهدئه. تاخذين الشاي مال البابونج ومال الشمر اللي هو حبة الحلوة والمليسة، تحطينه بالخلاطة مع هذا وتحطين الروب، لا تحطين لبن، حطي الروب وخلطي يصير كأنه روب بالنعناع. صحيح، ثقيل شوي يصير كأنه لبن بالنعناع، بس هو بالأصل في الشايات المهدئة، في النعناع المهدئ، في البقدونس مركز راح يصير يكون مركز. نعم. بما أن احنا في آخر دقيقة دكتورة، في شغلة جايبت لنا إياها هني، زيت اللافندر. اللافندر هذا على طول للممرضة، للخادم، للمعاق، إذا طلعتي أول شيء تسوينه أنك أنت تحطين بالشمعة في الغرفة اللي هو زيت اللافندر، تخلينا عن طريق العصب الشمي راح يحس بالتهدئة. صحيح. واللي معه راح يحس بالتهدئة. تركيله لما يزعل، لما يعصب، قولي حق المريض أعطيه قطعة كاكاو، الكاكاو يرفع الأندروفين في المخ مثل المورفين. صحيح. مفعولة. فيهدي ويهدي بعد الممرضة، أعطيها قطعة كاكاو، أعطيها اشتري لها أنواع الكاكاوات. ممتاز. مهم جدا تستعملين على طول، استعملي بشر البرتقال. البشر البرتقال. نعم. هذا يخلي أكيد. يعني يعطي راحة نفسية ومزاجية رائعة وصحية. بالتأكيد نصائح ذهبية صراحة. أنا أشكر المشاهدين وودي أطول، أنا أدري أنتم اتصلتوا فيني وايد بعد ما عرفتوا الموضوع، سامحوني، هذا يعني اللي نقدر عليه ونحاول إن شاء الله. كفيتي ووفيتي يا دكتورة. شكرا جزيلا للدكتورة أمل الأنصاري، عضو دولي في هيئة الغذاء البيولوجي في ألمانيا. الحين راح ننتقل إلى زميلنا نجيب القحطاني ونصبح عليه بالخير ويحدد لنا موقعه. صباح الخير نجيب.